السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مبروك عليكم رمضان، الله يدخلو عليكم بالصحة والسلامة. اليوم فيديو جديد غنبارطاجي معكم هاد العباية هادي، نتمنى انه يكون واضح لكم. حيت التليفون عندي انايا كنصور غير بالتليفون، ما الاسود ما كيصوروش مزيان، ما كما كتشوفوا كيكون شوية ما واضحش. المهم هادي عباية غادي نحاول انني نزوقها بهاد الدونتيل هذا اللي كيتباع. البنات هذا غير درهم المتر، يعني تقدروا، هذا هو الشكل ديالو كما كتشوفوا، انا قربته ليكم، يعني تقدروا تخرجوا منه شي حاجات تسوقوا به زعما الحوايج ديالكم. كما كتشوفوا هاد العبايه راه سامبل ما فيها حتى شي حاجه، ولكن غنغير ليها الشكل ديالها كما شفتوا في الصوره في الاول ديال الفيديو، وغتشوفوا حتى في الاخر، يعني غنغير لها الشكل ديالها وغيولي عندها واحد المنظر اخر. وكما شفتوا يعني الدونتيل غير بدرهم، يعني ما طلعش لكم غالي، والعقيق يعني ديجا كان عندي، يعني تقدروا تستعملوا غير العقيق اللي كيشيط لكم. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه كيفاش غادي ندير، هي سهله جدا، واللي مبتدئه راه غادي تعرف دير، يعني سهل سهل جدا. هنايا كما كتشوفوا يعني حاولت انني نهبط شويه هذيك السليته هابطه بحال هكا، وجيت يعني هاد العبايه يعني ما فيها لا حتى والو، انا حاولت نديرها كيف تكون بحال شكل مسطوق غير شويه، نتمنى تكونوا فهمتوني. حاولت نهبطه واحد شويه وطلعت، وبقيت متبعه الكول ديالي، نتمنى يكون الشرح واضح لكم. يعني الطريقه سهله وكتجي زوينه، يعني تشوفوها مباشره عطات واحد الشكل زوين لهذيك العبايه. نتمنى ان الفكره تعجبكم وتستافدوا منها. كيف ما كتشوفوا هنايا خديت هذاك الطرف اللي عندي، نتوما تختاروا اي لون على حساب اللبسه اللي غادي تزينوا. سهله البنات، يعني ماشي غادي نثبتوا هو الاول عاد ندير العقيق، انا كنثبت العقيق وفي نفس الوقت يعني كنثبت هذيك السليته، يعني سهل. كيف ما كتشوفوا كنبقى غاده بورده بورده، هذيك الوريده اللي في داك الدونتيل كندخل الابره وكناخد عقيقه. نتمنى انه يكون واضح لكم، يعني راه الفيديو شارح نفسه بنفسه. وكندخل منا انني كنثبت هذيك العقيقه، ومنا ان حتى الاخر كيتثبت في الكول. انا بقى غاده وانا غاده دايره على الكول، يعني تمشيو من الجنب، يعني ما تهبطوش لتحت، يعني تمشيو من الجنب ديال الكول، يعني على الحاشيه ديال الكول. كما كتشوفوا ساهل سهل جدا، نحاول الخيط دوبلو على جوج باش كيتثبت لكم داكشي مزيان وما يتحلش لكم من بعد. كما كتشوفوا انا كنطلع في نفس الوقت، يعني بحال هكا، وفي كل ورده كندير واحد يعني واحد العقيقه وحده. نتمنى يكون يعني الشرح واضح، ونتمنى ان يكون الفيديو واضح لكم. شي اللي عطى الله، ان شاء الله نحاول نحسنوا شويه من جوده التصوير.